اهلا وسهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا معاكم نواصل تغطيه حيه لجلسه محاكمه كريم الهواري من داخل قاعه محكمه جنايات الجيزه المنعقده هنا بمعسكر الامن المركزي. وخلال يعني الساعات والليالي الماضيه ترددت انباء قويه عن تنازل اسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد عن القضيه والتصالح مع كريم الهواري، وبالتالي تصالحهم مع المتهم وانتهاء القضية بشكل نهائي. الكلام ده تردد بقوة. أسر الضحايا قالوا في تصريحات خاصة لليوم السابع، وقالوا أيضا المحامين المدعين بالحق المادي اتكلموا عن تصالح المدعين بالحق المدني مع المتهم كريم الهواري في القضية. ولكن يعني الكلام ما تمش لسه بشكل رسمي، لأن إذا كان في تصالح فالتصالح هيتم قدام هيئة المحكمة، والمفروض يتم التنازل عن القضية أو أوراق اللي بتثبت تنازل المتهمين أو تنازل المدعين بالحق المدني عن القضية لهيئة المحكمة اللي المنعقدة اللي جلستها بتنعقد قدام حضراتكم دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم ايضا الدفاع الخاص بكريم الهواري او دفاع المتهم كريم الهواري اتكلم عن انه يعني ما عندوش معلومات متاكده حول التصالح او حول تنازل اسر الضحايا، وقال ان الكلام دوت لو صحيح فدوت هيتم قدام هيئه المحكمه، يعني المفروض يتم خلال الجلسه المنعقده قدام حضراتكم دلوقتي. احنا منتظرين، المفروض كريم الهواري وصل لقاعه المحكمه وموجود في الحجز الخاص بالمحكمة. من المنتظر ان هو يمثل قدام الهيئة لما تبدأ القضية بتاعته في النظر. حاليا يعني زي ما ظهر قدام حضراتكم المحكمة يعني بتستمع لمرافعة دفاع في احد القضايا الجنائية الاخرى المنظورة امامها، ويعني بعد انتهائها وانتهاء كافة القضايا اللي موجودة في رول المحكمة النهاردة هتبدأ نظر جلسة محاكمة كريم الهواري بشكل طبيعي تماما. النهارده يكون فيها مرافعة الدفاع.